طيب نقطة طبعا مهمة جدا، حضرتك أكيد يعني عارفة ومتابعة إن إحنا كل ساعة في العالم بنتابع أخبار مأساوية جدا بخصوص تفشي وباء كورونا. والحقيقة يعني الأخبار دي مش متعلقة برضو بالقطاع الصحي فقط، لا، التأثير الاقتصادي والعواقب الوخيمة الناتجة على يعني معظم دول العالم اللي موجود فيها وباء كورونا. مصر السيناريوهات المعدة لمكافحة وباء كورونا وفي نفس الوقت الحفاظ على مستواها الاقتصادي وان هو ما يتأثرش لا قدر الله بشكل سلبي. طبعا زي ما حضرتك اتفضلتي، ده وباء عالمي وانعكاساته صحيا واقتصاديا كبيرة جدا، ويعني لما بيقارنوا الركود او التبعات الاقتصاديه لهذا الوباء دايما بيقارنوها بالازمه الماليه العالميه، لانها اكتر حاجه الناس فاكراها. الحقيقه انا بشوفها انها 2008 هتفوق ده بكتير، يعني هي هتبقى قريبه جدا من ازمه الكساد العالمي اللي في اواخر العشرينات، او يمكن حتى تتعداه على حسب طبعا عمق الازمه ومدتها قد ايه. الأزمة طبعا معقدة ومتشابكة جدا، لأنه هي بتأثر على صحة الإنسان وصحة المواطن، هي من أولويات أي دولة، صحة المواطن هي أهم حاجة. الحاجة التانية أنه هي ما بتخشش في قطاع معين وبتوقفه زي ما حصل في أزمة 2008، هي ضربت القطاع المالي، وبالتالي الإصلاح اللي بيتم في القطاع المالي محدود محدود، بيأثر طبعا على قطاعات أخرى، ولكن تقدري إن حضرتك تعالجي هذا القطاع، وبالتالي بيفضل أفاقه يعني محدودة، ما أثرش على دول كثيرة وقت الأزمة المالية العالمية، الدول اللي هي مش منغمسة بشكل كبير في الاقتصاد العالمي في عملية العولمة ما تأثرتش، كان تأثيرها محدود. الحقيقة لا، الأزمة النهاردة داخلة في كل القطاعات، نطاقها الجغرافي امتد إلى دول العالم كله، الدول سواء كانت متأثرة أو هي داخلة في عملية العولمة بشكل كامل أو لا، هي برضو متأثرة بحركة التجارة، بتوقف حركة السياحة، بالسلاسل التجارة الخارجية وسلاسل التوريد اللي بتتم، فهي ضربت في شاملة. كل القطاعات، هي أزمة شاملة. الحاجة التانية المعقدة فيها إنه ما انتيش شايفة آخرها، ده برضو ما احناش عارفين اخرها فين، فحاله عدم اليقين دي بتؤثر بشكل كبير جدا في الحاله الاقتصاديه، بتؤثر في المنتجين وبتؤثر في المستهلكين، بتؤثر في المنتج لا مش عارف انا بكره في ايه، وبتؤثر في المستهلك لانه بتدي حاله عدم ثقه في المستقبل، وبالتالي بتاثر في حركه الاستهلاك وفي نظره المستهلكين ايه اللي ممكن يجيبوه، ايه اللي ممكن يشتروه، وبالتالي بيركزوا فقط على الاولويات وعلى الضروريات. فهي بتاثر على جانب العرض زي ما بنسميه في الاقتصاد اللي هي حركه الانتاج كلها، وبتاثر على جانب الطلب اللي هي المستهلكين ومتطلباتهم والحاجات اللي هم ممكن يشتروها، فهي طبعا هتؤدي الى حاله من الركود على مستوى العالم بشكل كبير.